هذه المره الوجده ما ماشي بعيد نمشيو عند سماح. سماح السلام عليكم. السلام عليكم ام سماح. ام سماح مرحبا بك يا ام سماح، كيف حالك؟ ربي يخليك الحبيبه. لاباس عليك وشي مزيان؟ برنامج نشكركم بزاف بزاف. اهلا وسهلا مرحبا. انا عندي جوج ديال، عندي طلب وعندي اقتراح، باش نبدا. اييه شنو بعد الطلب نشوفوا واش بالامكان. انا عندي البنيته ديالي عندها الحساسيه في المصرن، يعني داك الشيء ديال الجلوتين ما كتاكلوش. بغيت اختي هدى تعطيني يعني وصفات هكا دي بسكوي ولا الخبز ديال الذره ولا بلا طحين. واخا انت النهار اللي تكون هدى على الاقل الا ما شدلكش التليفون ام سماح غادي تصيفط لي ميساج، ولكن هدى ما غتعطيني شنو هو المكون اللي بغيتي نصوبوا لك به، فهمتيني الوصفه، وديك الساعه نعطيوك باسكو هي هدى مخصصه في الطبخ ماشي دكتوره، ولكن انت غتقولي لي شنو هما المكونات اللي تتاكل بنتك، هكذا غنعطيوك شي وصفه فيها هذوك المكونات. متفقين؟ يعني حلويات هكا بالنشا بالمايزينا بالدقيق هكا وصفات بهذا جوج المكونات. يعني تاكل كل شيء غير مش القمح؟ لا غير الطحين، الطحين كما كان. واخا تري بيان داكوغ، ما كاين حتى مشكل، غير ذكرينا باش ما نواعدكش وما نوفيش، ذكرينا واخا. الله مرحبا بك. يلا وشنو الوصفه اللي غتعطينا؟ عندي كلاص. الله الله يبرد عليك في هذا النهار. شو مهدي ضحك حتى لودني. شهيتينا ام سامح، كيجي زوين وساهل مهمة هذيك ساهل. يلا عطيه لينا تفضلي. غادي ناخذ واحد الحك ديال نشتلي، حك ديال الحليب محلى. محلى ايه، واحد الكابسه ديال الشانتيي كبرى. ياك محلى ماشي مسوس؟ نعم يكون حلو ماشي مسوس. حلو. واحد 4 إطر ديال الحليب. بلاتي من مورا الحليب المحلى شنو قلتي لي؟ واحد القبصه ديال الشانتيي. قبصه الشانتيي. 4 إطر ديال الحليب. 4 إطر ديال الحليب ايه. واحد جوج ديال الفاني. جوج فاني. وستات البيضات. البيضات. أيوة. غادي نضربوا الصفار ديال البيض مع داك الحك ديال النشتلي، مع داك الحك ديال الحليب محلى. مع حليب مركز محلى. أيه. نخليوه على جنب. ونخليه جانبا. نضربوا بياض البيض مع واحد قضيفة ديال الملح بحال الثلج. مع شوية الملح حتى يطلع. أيه. نخليوها تاو على جنب ونضربوا الشونتيي مع الحليب، مع داك 4 إطر ديال الحليب. شحال ديال الشونتيي تقريبا؟ شحال ديك القبصه؟ ديك القبصه والله ما عرفتش شحال فيها. قبصه راه دير شي 13 درهم هكاك. انا ناري، حنا قبصه الملح عندنا يا جوج صبيعات. قرصه ماشي قبصه، قرصه. انا ناري كش كنا غندير. نقول واش دابا هاد الشونتي دايره فيه قبصه، حنا نجلسوا طرب ليا ما طرب الشونتي وفي الاخر غنهزو منه عقبصه. قرصه الملح. لا ام سماح قولي لي دابا القبصه ديال الشونتي عندكم هي ديك الباكيه ديال 13 درهم؟ لا ماشي العلبه. العلبه. واخا قبصه هي علبة ديال الشونتي، دونك نطرب هذاك الشونتي مع الحليب. ايوا صافي تا هو نخليوه على جنب. ونخليوه على جنب. زيد دابا غادي نمشيو باش نخلط المكونات كاملة. ذاك البيض اللي البيض الصفر ديال البيض اللي ضربناه مع ذاك الحب ديال الحليب المركز محلى، غادي نخلطوه مع ذاك الشونتي اللي ضربناه مع الحليب. صفر الخليط اصفر البيض نخلطو مع خليط شونتي. ايه نخلطو مزيان ونزيدو عليه داك الفاني. ونخلطو كي في داك الخليط تمزج مزيان نزيدو عليه داك البيض بشويه بشويه، حنا نضرب غير شي معلقه ديال الخشب. البيض شويه بشويه ونحرك بملعقه خشب. زيد خشب صافي ندخلو المجمد واحد الليله. ندخلو المجمد ليلى. اجي بغيت نقول لك انا في حقيقه عمرني ما طربت داك بياض البيض حتى ولا بحال الثلج، ولكن واش ساهل؟ نعم ساهل يطلع لي داك بياض البيض بحال الثلج؟ لا ما فيش شك، دير فيه واحد القرشه ديال الملح.
ما في حتى تقنيه ما في حتى شي سير اللي يطيح ليا ولا شي حاجه لا 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 غير واش تاهي فاش تبقاي تضربي يعني غير في اتجاه واحد وعرفتي اش غادي ندير انا قبل ما نشري حتى شي حاجه ما نصوب حتى حاجه فات غنطرب ذاك بياض البيض طلع هو هذاك ما طلعش عنده زنق ليه ورحم الله شكرا لك ام سماح شكرا على تواصلك معنا اكيد الكلاس ديال ام